المعايير المعتمدة في تقديم المنح للجمعيات الحقوقية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحد واضع السؤال. مشكورة. شكرا سيد الرئيسة. سؤالنا سيد الوزير يرمي إلى معرفة المعايير التي اعتمدتها وزارتكم في تقديم الدعم العمومي للجمعيات الحقوقية. شكرا. جواب سيد الوزير. أفيد سيد النائب بأن وزارة العدل والحريات دأبت على تقديم دعم مالي للجمعيات العاملة. أفيد بأن وزارة العدل والحريات دأبت على تقديم دعم لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقا لمنشور الوزير الأول الصادر في 27/6/2000. هذه السنة قامت الوزارة بنشر إعلان بتاريخ 12 يونيو 2014 بطلب عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات وحقوق الإنسان. تم تشكيل لجنة لدراسة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط، ضمت ممثلين عن الوزارة التالية: وزارة العدل والحريات، الداخلية، الاقتصاد والمالية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة، وزارة العلاقة مع البرلمان، أيضا حضرت المندوبية العامة لحقوق الإنسان. خلال هذه اللجنة عرضت يعني 90 جمعية عرضت المشاريع ديالها، تم انتقاء 37 جمعية ل 39 مشروع، تراوحت المبالغ بين 20,000 و 100,000 درهم. تم توقيع 25 اتفاقية تعاون مع الجمعيات التي استفادت من دعم يوازي أو يتجاوز 50,000 درهم. المعايير والتفاصيل كل ذلك موجود بموقع يعني الوزارة، يمكن الرجوع إليه، وحتى اللوائح ديال الجمعيات راها موجودة، وحنا مستعدين نقدموا تفسير يعني على استبعاد أي جمعية جمعية، وعلى قبول دعم أي جمعية جمعية. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير على ما تفضلتم به من جواب. ومن خلال هذا الجواب نسجل الإيمان الراسخ للحكومة في الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني بصفة عامة والجمعيات العاملة في الحق الحقوقي بصفة خاصة على خلاف ما يقال. ثم من خلال هذه المبادرة نسجل السياسة للحكومة في مجال الانفتاح والتواصل ودعم الجمعيات الحقوقية من أجل القيام بأدوارها في هذا المجال. عندنا ثلاثة الملاحظات السيد الوزير إذا سمح بذلك الوقت. هو أن الجمعيات التي تم إقصاؤها تؤاخذ هذه المنهجية، لأن اللجنة ديال انتقاء المشاريع لم تكن لها معايير محددة لقبول جمعية وإقصاء الأخرى. الملاحظة الثانية تتعلق السيد الوزير بتعدد الجهات الحكومية التي تعطي لهم الدعم، وبالتالي واش ما تتشوفوش انه خاص يكون مخاطب واحد حتى تتم عقلنة هذه المسألة هذه، وبالتالي تكون هناك تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات. الملاحظة الثالثة، الدعم في الحقيقة تعطى بناء على مشاريع تقدم من طرف الجمعيات، ولكن وهذه منهجية بطبيعة الحال نثمنها، ولكن هناك غياب في المقابل لآليات التتبع والمواكبة والتقييم لمعرفة مدى قيام هذه الجمعيات بإنجاز ما تلتزم به في المشاريع التي تتوصل من خلالها بالدعم. وهذه بطبيعة الحال عمل دؤوب يجب تضافر الجهود من أجل الوصول إلى عقلنا وترشيد التدبير. انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية بخصوص هذا السؤال؟ ليست هناك تعقيبات إضافية. جواب السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. مرة أخرى أقول لكم بأنه ليس هناك جمعية واحدة أقصيت دون اعتماد المعايير المعلن عنها. مستعد أن أحاسب على كل جمعية جمعية. ثانيا، انتهى الوقت سيد الوزير.